وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس. دكتور علاء، بعد التحية، يعني في البداية نتوقف فيما أشار إليه رئيس الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر مصر كريستوفر هويسن، وأشار إلى أن هذا المعرض ومؤتمر مصر للبترول إيجيبس 2023 في دورته السادسة هو يعد منصة عالمية لكبرى شركات الطاقة والبترول. كيف ترى المؤتمر في البداية فيما يتعلق بدورته السادسة وتحقيقه نجاحات من خلال دوراته الفائتة؟ تحياتي لسيادتك وسادة المشاهدين الكرام. هو الحقيقة حضرتك زي ما تفضلت، هذا المؤتمر بيأتي للتأكيد على دور مصر المحوري في المنطقة شمال أفريقيا البحر المتوسط، على أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، يعني ريجنال انرجي هاب. فدي الحقيقة دي هذا هو يعني هذه الفعالية ما هي إلا تأكيد على إمكانيات مصر في هذا المجال، وتأكيد أيضا على هذا الدور المحوري الذي متوقع منها طبعا وبما لديها من إمكانيات. وزي ما تفضل الضيف السابق ما قال يا فندم، هو الحقيقة مهم جدا إن احنا نقدر نعرف إن ليس فقط إمكانيات مصر في عشان تبقى مركز إقليمي للطاقة، هي الطاقة بمفهومها التقليدي اللي هي الطاقة الأحفورية سواء بترول أو غاز طبيعي، وطبعا كيفية إن احنا نقدر نعمل له تصدير وتسويق وإلى آخره، ولكن أيضا بنتكلم على الطاقات الجديدة والمتجددة، كيف إن مصر بتؤمن ملف أمن الطاقة، فده مهم جدا. طيب، لأنها طاقة مستدامة، نتحدث يا فندم عن طاقة مستدامة، وأن هذا المركز الإقليمي المتوقع أن مصر بتؤكد هذا الدور للعالم كله، أن هو سيكون يعتمد على الطاقة المستدامة، وأعتقد على يعتمد ليس فقط على الغاز الطبيعي وعلى الوقود الأحفوري، ولكن أيضا على الطاقات الجديدة والمتجددة، وأهمها زي ما احنا قلنا سيادتك هو موضوع مثلا الهيدروجين الأخضر على سبيل المثال. صحيح، يعني فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة والمجهودات التي تقوم مصر في هذا الإطار، يعني هناك ثلاث نقاط هامة وأرجو التوضيح من سيادتك. أن هذا المؤتمر يأتي بعد شهور قليلة من انعقاد المؤتمر العالمي كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، بما يعزز من جهود مصر للعمل على خفض الانبعاثات الضارة من قطاع البترول. نقطة أخرى، أن أيضا هذا المؤتمر بينظم لأول مرة مؤتمر المستدامة في قطاع الطاقة، لأول مرة يتم تنظيم هذا المؤتمر في إيجيبس 2023. ونقطة ثالثة، مثلما أشار معالي وزير البترول بأن المؤتمر في دورته القادمة إن شاء الله سوف يكون مؤتمر مصر للطاقة حتى يشمل قطاعات أكبر فيما يتعلق بقطاع الطاقة بشكل عام. يعني أرجو أن تشرح لنا المجهودات التي تقوم بها مصر فيما يتعلق باستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، مع التأكيد مثلما أشار الحضور مثلما أشار الأمين العام لمنظمة أوبك بأن العالم لن يستغنى عن الطاقة التقليدية. الحقيقة حضرتك هي عملية بتتكامل كل معالمها، وهي عبارة عن يعني هي منظومة متكاملة. بدأت من قبل الحقيقة مؤتمر كوب 27 قمة المناخ في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، لأن مصر طبعا منذ سنوات قليلة الماضية كانت جادة في يعني أنها تستهدف أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وليس فقط الطاقة زي ما قلنا التقليدية، ولكن الطاقة المستدامة، طاقة جديدة ومتجددة، وهذا تم التأكيد عليه لكل الدول المجتمعة في شرم الشيخ. 197 دولة الأطراف في مؤتمر أو في اتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وأكدنا عليه، وفي أكثر من مبادرة من المبادرات التي أطلقتها مصر من خلال دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاد البيئة بجامعة عين شمس، أشكرك جزيل الشكر.